بعد ما ادينا البوستيريو سكروتال ارتري والترانسفيرسس والترانسفيرس برينيا ارتريز، في عندي ارتري يا جماعه هيخش يغذي حته اسمها البالب اوف بينس. فده يا جماعه الارتري ده اللي هيخش يغذي البالب اوف بينس، يبقى اسمه ارتري تو ذا بالب. فاكرين يا جماعه البالب اوف بينس ده فيه ايه؟ اليوريثرا، في يوريثرا، عشان كمان كمان هندي يوريثرا الارتري. بعد كده اهو بقى في الاخر هندي التو تيرمينال برانشز اللي احنا اتفقنا عليهم. التو تيرمينال برانشز اللي هم مين؟ دورسال ارتري اوف بينس والديب ارتري اوف بينس. ويبقى تاني كده البرانشز اوف بيودندال ارتري انفيرور ريكتال. بعد كمان برينير اللي بيدي لك البوستيريو سكروتال وترانسفيرس برينير ارتري. ثم ارتري تو ذا بالب ويوريثرا الارتري والتو تيرمينال برانشز بتوعنا. بعد الانترنال بيودندال ارتري مين الاخ ده؟ مين الاخ بقى ده؟ وان البيودندال نيرف. لا 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 ده هو ده نيرف بس انا رسمه ازرق. ماشي ده يا جماعه ايه ده؟ ده الساكرال بليكسس. الساكرال بليكسس ده يا جماعه بيدي تو تيرمينال برانشز، السياتيك نيرف وده خلاص مالناش دعوه بيه، ومين بقى النيرف الثاني؟ البيودندال نيرف. فالبيودندال نيرف ده وان ارايز ك وان اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ساكرال بليكسس. هيروح بقى ماشي ازاي؟ زي الارتري بالظبط، بيخرج البيودندال نيرف من الجريتر سياتيك فورام، يعدي بوستيرو لهذا الليجمنت اللي اسمه ساكرو سباينس ليجمنت، يروح معدي بوستيرو للساكرو سباينس ليجمنت ويروح داخل على الليسر سياتيك فورام، يخش البيودندال كانال. هنا بقى الاختلاف. على فكره يا جماعه الارتري عدى البيودندال كانال كلها ودخل بعد كده هو على الديب رينال باوتش، النيرف لا. هنا النيرف دخل البيودندال كانال مسافة فيو مليمتر، يروح مدي النيرف بتاع كل مرة اللي هو رايح للإينال كانال اللي هو يبقى انفيرور ريكتال نيرف. وبعد ما ادى الانفيرور ريكتال نيرف انتهى النيرف على طول، بينما هو بيتفرع لفرعين. فرع هيطلع على البينس، على الدورسال اسبكت اوف بينس. قلنا طالع على الدورسال اسبكت اوف بينس يبقى اسمه ايه؟ دورسال نيرف اوف بينس. وبيديني البرينيال نيرف. البرينيال نيرف اللي هو المين نيرف سبلاي تو ذا برينيوم. فانا اهو احنا انتهينا بسرعه قوي اول لما دخلنا البيودندال كانال، اديت الانفيرو ريكتال ورحت منتهي لدورسال نيرف اوف بينس و برينيال نيرف. ايه البرانش بقى بتاعتنا؟ البرينيال نيرف يا جماعه هيروح مديني البرانشز اللي بتغذي السكروتم من ورا اللي هي بقى اسمها ايه؟ بوستيرور سكروتال برانشز، وهيديني ميني ماسكولار برانشز. الماسكولار برانشز دي بقى كلها كتيره قوي 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 قوي، دي بتغذي كل الماسلز اوف ذا برينيوم. فاي ماسل هقولها في البرينيوم كلها سبلايد بيل muscular branches of perineal nerve. يعني مثلا لحد دلوقتي انت سمعتوا السوبرفيشال ترانسفيرس برينيال، ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ muscular branch of perineal. ديب ترانسفيرس برينيال muscular branch of perineal. هنسمع كمان شويه على الاكسترنال يوريثرال سفنكتر. الاكسترنال يوريثرال سفنكتر سبلايد بال muscular branches of perineal nerve. فالماسكولار برانش برينيال نيرف داون سبلاينج اول ماسلز اوف ذا برينيوم. بعد كده يا جماعه المفروض بقى اللي كمل بقى المسيره الدورسال نيرف اوف بينس اللي هيعدي من البيودندال كانال عدي برينيال باوتش، يخرم البرينيال ممبرين. بعد ما خرم البرينيال ممبرين بقى في السوبرفيشال برينيال باوتش،
ومن السوبرفيشال برينال باوتش على الدورسال اسبكت اوف بينس. ويبقى دي البيودندال كانال والكونتنتس بتاعتها اللي اسمها الانترنال بيودندال ارتري والبيودندال نيرف. ماشي. ويبقى لقينا الكنال انتوا خدتوها زمان وخدنا الاسكوريكتال فوس بالكونتنتس بتاعتها، ويبقى كده احنا خدنا البوستيرو تراينجل اوف ذا برينيوم اللي اسمه انال تراينجل. اي تساؤلات؟ ده البوستيرو تراينجل. ننتقل بقى لمين؟ للانتيرور تراينجل اوف ذا برينيوم. الانتيرور تراينجل اوف ذا برينيوم ده بقى اسمه يورو جينيتال تراينجل. يورو جينيتال تراينجل ده كونتيننج ايه بقى؟ كونتيننج الاكسترنال جينيتال اورجان اللي هو مين؟ سكروتم وبينس. طبعا السكروتم انتوا خدتوه قبل كده امبارح مع الدكتور حسام، والبينس اللي هناخده مع بعض دلوقتي وبعدين. وكمان في اليوروجينت تراينجل في هذا الممبرين الشهير اللي اسمه برينيال ممبرين. والممبرين والبرينيال ممبرين ده سوبرفيشالي في باوتش اسمه سوبرفيشال برينيال باوتش، وديب لي من جوه البلفس في باوتش اسمه ديب برينيال باوتش. فاليوروجينيتال تراينجل ده في الاكسترنال جينيتال اورجان برينيال ممبرين اللي تحتيه سوبرفيشال وفوقيه ديب برينيال باوتشز. نمسكهم حته حته. حجر الزاويه في الموضوع الممبرين ده اللي اسمه برينيال ممبرين ده نيرلي تراينجولر. هو مثلث بس ناقص منه حته صغيره، فهو نيرلي تراينجولر سترونج فايبرس ممبرين. الممبرين القوي دون اتاتشد لمين؟ اتاتشد لل بيوبيك ارش اون بوث سايدز. البيوبيك ارش ده اللي هو الانفيرو بيوبيك والاسكيريما، فالبيوبيك ارش يمين وشمال. ليه انتيرور بوردر؟ الانتيرور بوردر دي تخينه قوي تخينه قوي 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 قوي، وزي ما انتوا عارفين لما فايبرس تيشو يتخن قوي بقى اسمه ايه؟ ليجامنت. الليجامنت ده يا جماعه اسمه انتيرور برينيال ليجامنت او ترانزفيرس برينيال ليجامنت. هو ليه المثلث ما كملش؟ مكان المثلث المفروض يكمل كده لحد الانفيرو بيوبيك ليجامنت هنا كده. حكمتك يا رب. حد قال يوريسرا خيابكم الله. طبعا يا جماعه الفراغ ده ربنا سابه مهم جدا وحاوي في الرجاله. المين فينوس درينج للبينس فين اسمه ديب دورسال فينو بينس. الديب دورسال فينو بينس هنا الجينيتاليا اهي، فالديب دورسال فينو بينس ده هو ماشي على الدورسال اسبكت اوف بينس. بيصب فين الديب دورسال فينو بينس ده؟ بيصب فين الديب دورسال فينو بينس؟ في الايه؟ لا دي حاجه لازم تكونوا خدتوها امبارح. سمعتوا عن البروستيت؟ حيوي جدا ان انتوا تكونوا عارفين اللي حواليها. ايه اللي حواليها دون؟ البروستاتيك فينوس بليكسس. بيصب فيه واحد من التريبيوتريز بتاعته المهمه جدا، ده كلينيكالي مهم جدا البروستاتيك فينوس بليكسس دوت. يا جماعه الديب دورسال فينو بينس ربنا عمل له الخرم ده مخصوص اللي ما بين الترانسفيرس برينيال ليجامنت والانفيرو بيوبيك ليجامنت عشان يخش فيه الديب دورسال فينو بينس. تخش تلاقي قدامك البروستاتيك فينوس بليكسس، تصب في البروستاتيك فينوس بليكسس. ايه اهميه الحكايه دي؟ تسمع من بابا وماما في البيت كده وانت بتضرب ودن كده، الراجل فلان الفلاني ابن المجنونه تصدقي عايز يتجوز بنت سنها 17 سنه؟
وانت طبعا الراجل ده طبعا عارف مين. تبص تلاقيه راجل كده هو مثلا انت تعرفه سنه 70 75 سنه، والراجل اللي سنه 75 سنه راسه 1000 سيف يتجوز بنت سنها 17 سنه. يقول طب نجيب لك واحده كده على قدك سنها 50 سنه وبتاع. ابدا 17 انا جامد وجامد قوي. طبعا انت دكتور فتروح بقى متدخل في الكلام وتقول لهم ودوه بس لجراح مسالك بوليه. هو هيروح لجراح المسالك البوليه تقول له نجوزك واحده سنها 70 سنه، يقول لك لا خلاص انا ماليش في الجواز. ما خدتوهاش دي امبارح؟ دي مهمه قوي. في حاجه يا جماعه بتحصل في الرجاله العواجيز اسمهم بناين بروستاتيك هايبربليزيا. في البناين بروستاتيك هايبربليزيا لما بتكبر البروستيت بتضغط على البروستاتيك فينس بليكسس. اما يحصل كومبريشن على البروستاتيك فينس بليكسس يبقى الدم هيقف فين؟ في البينس. ويعني ايه دم يقف في البينس والبينس كونجستد؟ الراجل ده عنده اريكشن 24 ساعه. فاقول لك انا جامد وجامد قوي وهاتوا لي بقى اللي عندكم و17 سنه وبتاع. طبعا ده كلام بق يعالج البناين بروستاتيك هايبربليزيا ريليف الكومبريشن هادي خالص وتقول له اجيب لك اي ولا خلاص صرفت النظر ماشي. فالفراغ ده مهم جدا عشان يعدي لك فيه ديب دور سالفينو بينس، ودي كلينيكالي مهمه جدا جدا. بعد كده يا جماعه البوستيرو بوردر بقى اوف ذا برينيال ممبرين. شايفين البوستيرو بوردر ده؟ البوستيرو بوردر ده بقى ماسك فيه ايه؟ ده اتاتشد ليه سوبرفيشالي وديبلي. ديبلي سهله، ما هو ده الاخضر ده البرينيال ممبرين. ديبلي في الكوندنسيشن ده من البلفيك فاشيا. البلفيك فاشيا هنا بتعمل كوندنسيشن وبتبقى اتاتشد للبرينيال ممبرين داير داير. فتروح عامله لك هذا الفراغ اللي ما بين البلفيك فاشيا والبرينيال ممبرين اللي اسمه ديب برينيال باوتش. طب بص دي بقى، فاكرين زمان من الانتيرو ابدومينال السوبرفيشال فاشيا اوف ذا انتيرو ابدومينال متقسمه لايه؟ سوبرفيشال فاتي لير وديب ممبرينس لير اسمها سكاربس فاشيا. السكاربس فاشيا دي يا جماعه تنزل على انتيرو ابدومينال تلاقي مين؟ البينس تروح محوطاه، واول لما تحوطه يتغير اسمها الى كولس فاشيا اللي هتحوط بعد كده السكروتم. وبعد ما تحوط السكروتم تمشي وتبقى فين؟ يونايتد وفيوزد وذ ذا بوستير بوردر اوف ذا برينيال ممبرين. شايفين الفراغ ده اللي اتكون ما بين الكولس فاشيا والبرينيال ممبرين؟ ده بقى اللي اسمه السوبرفيشال برينيال باوتش. وعشان كده اليورو جينيتال ترانجل ده يا جماعه الحاجات الاساسيه اللي فيه مين؟ البرينيال ممبرين والباوتش اللي اتكون سوبرفيشال ليه؟ اللي هو تحتيه يعني. لان طبعا هنا في الجلد، فما دام هنا في الجلد سوبرفيشال نهايه الجلد يبقى ده سوبرفيشال برينيال باوتش. والعميق بعيد عن الجلد ده اسمه ديب برينيال باوتش. البرينيال ممبرين ده يا جماعه شايفين على البوستير بوردر بتاعته هيتكون ايه؟ هيتكون سترونج فايبرو ماسكولار ستراكشر اسمه برينيال بودي. برينيال بودي ايه البرينيال بودي بقى؟ ده عباره عن سترونج فايبرو ماسكولار ستراكشر موجود في السنتر اوف ذا برينيوم، في نص البرينيوم بالظبط. ده البرينيال بودي اللي يهمني وجايب في الصوره بتاعته بالذات في الجنس اللي يهمني. الجنس ده مين؟ فيميل. البرينيال بودي ده يا جماعه سترونج بيراميدال فايبرو ماسكولار ستراكشر موجود في السنتر اوف ذا برينيوم ما بين مين ومين؟ ما بين الانال تراينجل واليوروجينيتال تراينجل.
ما بين الانال كانال وال فاجينا. فين بالظبط بتاع النساء بيعرفوا بالظبط بالظبط؟ تسمعوا عن حاجه اسمها ليبيا ميجورا؟ عندك يمين ولا شمال ليبيا ميجورا؟ واحده يمين وواحده شمال. شايفين اليمين والشمال ليبيا ميجورا دول لما اتحدوا اتحدوا فين؟ جاست قدام البرينيال بودي. فاليونيون اوف ذا ليبيا ميجورا بوستيرلي جاست وراك البرينيال بودي. البرينيال بودي ده بقى يا جماعه مهم جدا فور ذا انتجريتي اوف ذا برينيم. يفرق قوي معاك الانتجريتي ده في البرينيم في الستات. اشمعنى؟ طبعا الستات هيحصل لهم حاجه ما بتحصلش في الرجاله. معدي هو عيل قد كده هو. فتصور العيل اللي معدي من الفتحه الصغيره دي هيحصل للبرينيم وللبرينيال بودي يحصلوا ستريتش. والستريتش ده هو يعمل ويكنس ولا ما يعملش ويكنس؟ يعمل ويكنس. احمد ربنا ان هو عمل ستريتش بس. لان يا جماعه ممكن جدا جدا الطفل وهو معدي يتقطع البرينيال بودي وكمان يتقطع مع الانال كنال. دي كونديشن يا جماعه اسمها كومبليت برينيال تير. كومبليت برينيال تير قطعه حصلت من الفاجينا لحد الانال كنال والضحيه في النص البرينيال بودي. وطبعا لما تقطع كده تقطع قطعه قطعه ريجولار ولا ايريجولار؟ قطعه الريجولار اي جراح عشان يخيطها هيخيطها وحش جدا. وينتج عن ذلك برينيال بودي بعد كده فيري ويك وبرينيم فيري ويك. طب وبعدين؟ لما البرينيم بقى لو فيري ويك الحاجات اللي فوق الفاجينا هتقع منها. برولابس فاجينال اند يوتراين برولابس. فالراجل بقى بتاع الولاده يقول لك ايه؟ بيدي لا بيدي عمرو. بدل ما الواد يخش يروح مقطع قطع الريجولر وما نعرفش الخياطة كويس والبرنيم يحصل له دامج. طب ما اقطعها انا بايديا. اقطعها انا بايديا ونبقى عملنا حاجه اسمها ايبيزيوتومي. الايبيزيوتومي طبعا في منه نوعين، ميديان ايبيزيوتومي وميديولاترال ايبيزيوتومي. طبعا اكيد انت هتفضل مين؟ الميديان ولا الميديولاترال؟ اكيد تو بريزيرف الغالي علينا ده نعمل ميديو لاترال ايبيزيوتومي. طبعا دي قطعه سيرجيكال، قطعه سيرجيكال متوضبه قدامك ان لاير وريجولار وزي الفل. الواد عدى وبعديها ان لاير اخيطها سيرجيكالي يطلع لك جرح بعد كده احسن هيلينج. حافظنا على البرينيال بودي والانتجريتي اوف ذا بيلفيك فلور والانتجريتي اوف ذا برينيم والست ما يحصل لهاش لا فاجينال ولا يوتراين برولابس. ماشي. الاستراكشرز اللي اتاتش للبرينيال بودي، الرسمه دي في منتهى الجمال. انتيرلي اتاتش ديها المصل دي اللي اسمها بالبو سبونجيوزس مصل. بوستيرلي اتاتش ديها المصل دي جزء من الاكسترنال انال سفنكتر. يمين وشمال اتاتش ديها المصل دي السوبرفيشال والديب ترانزيفيرسس برينياي. طب فوقيها اتاتش ايه؟ برافو عليك، اتاتش ليها جزء من بعض الفايبرز من الليفيتور ايناي. منظركم كلكم بتاخدين غياب النهارده عشان في اخر المحاضره قلت هعد عدد الناس اللي مضت وعدد الناس اللي قدامي.
ولو لقيت في فرق واحد الدفعة كلها غياب. فالناس الفطنة دي اللي يعني مضت ومشيت هنفخ. كده انا فختكم كلكم صح. فوق يا جماعة في ايه؟ اتاتشد للبرينيال بودي البيراميدال داون. لو احنا افتكرنا يا جماعة زي ما كنا خدنا في الجي اي تي، هنا في الرجالة الريكتم وقدامك في اليورينال بلادر، وفي الستات في الريكتم وقدامك الفاجينا واليوترس. مش فين اهو يا جماعة كده اهو فاشية. الفاشية دي يا جماعة بتفصل ما بين الريكتم واللي قدامها، بيتقال عليها في الرجاله ريكتو فازايكل سيبتم او فاشيا، وفي الستات ريكتو فاجينال سيبتم او فاشيا، التي يطلق عليها كمان دونونفيي فاشيا. فالسيبتم ده اللي بيفصل ما بين الريكتم والجماعة اللي قدامه، ده بيكون اتاتشد للايبكس اوف ذا برينيال ميمبرين. ماشي. الحاجة بقى المهمة اللي احنا عايزين نعرفها، الباوتش اللي اتكون فوقينا اللي اسمه ايه؟ دي برينيال باوتش. والباوتش اللي اتكون تحتينا تحت البرينيال ميمبرين اللي هو السوبرفيشال برينيال باوتش. ايه الكونتنس اللي في السوبرفيشال برينيال باوتش؟ وايه الكونتنس اللي في الديب برينيال باوتش؟ بسيطة قوي. ونفس السؤال، ايه الاستراكشرز اللي هتخرم البرينيال ميمبرين؟ مش ده اتفقنا يا جماعه؟ البرينيال ميمبرين وفوقيه في البلفيك فاشيا راح عامله دي برينيال باوتش. ايه اللي هنا؟ وبعدين ايه اللي هيخرم البرينيال ميمبرين عشان يبقى في السوبرفيشال برينيال باوتش؟ فبيني وبينكم بقى عشان ما نذاكرش كتير، الصراحه الحاجات اللي في الديب برينيال باوتش هي اللي هتخرم يعني في معظم الاحوال البرينيال ميمبرين عشان تبقى في السوبرفيشال برينيال باوتش. ومن السوبرفيشال برينيال باوتش ده الممر بتاعنا على مين؟ على الاكسترنال جينيتال اورجان. مش احنا اتفقنا اليورو جينيتال تراينجل ده فيه الاكسترنال جينيتال اورجان والبرينيال ميمبرين والسوبرفيشال والديب برينيال باوتش. فاحنا عندنا نوعين، الممر للاكسترنال جينيتاليا الديب برينيال باوتش، ونروح خارمين البرينيال ميمبرين على السوبرفيشال برينيال باوتش على الاكسترنال جينيتاليا. ايه بقى اللي في السوبرفيشال برينيال باوتش وفي الديب برينيال باوتش و بيرفوريتنج البرينيال ميمبرين؟ مبدئيا مش محتاجه فن. انابيب، تتوقع انابيب ايه؟ معديه هنا هون في الديب برينيال باوتش على البرينيال ميمبرين على السوبرفيشال برينيال باوتش. طبعا مبدئيا الحاجة التي لا تخفى القمر اليوريثرا، صح؟ طبعا ده اهم استراكشر رجالة وستات، معدي سوبرفيشال برينيال باوتش برينيال ميمبرين دي برينيال باوتش. بس نقف وقف، انهي جزء من اليوريثرا في الرجالة؟ زي ما انتم عارفين اليوريثرا في الرجالة متقسمة اجزاء. أني جزء من اليوريثرا موجود هنا في الديب برينيال باوتش؟ مين؟ اسمع خيابكم الله، البروستيت والرينال بلادر هنا يا جماعه فوق في البلفس فوق الديب برينيال باوتش اللي معدي هنا ال ميمبرينس يوريثرا. ففي الديب برينيال باوتش في الميمبرينس يوريثرا اللي هتخرم البرينيال ميمبرين عشان تبقى دخلت هنا في البلب اوف بينس از بلبر يوريثرا. دي نقف عندها واقفه. خدتوا الحادثه المشهوره ولا لا؟ وانتوا بتاخدوا اليوريثرا عارفين الحادثه؟ واحد ماشي
ومش واخد باله. نصبت السودة، حط الرجل الاولانيه على غطا بلاعه بتلق وسايبه، مش ثابته في مكانها. متخيلين اللي هيحصل فيا؟ اول لما احط رجلي على البلاعه، البلاعه دي الغطا بتاعها هيروح واقف كده، وانا هقع في البلاعه، والبلاعه دي ما بين رجليا، طاخ تخبط في البلب اوف بينس، في الديب برينيال باوتش، بوم، وتفرقع البلبس يوريثرا. اما تفرقع هنا البلبر يوريثرا، كل ما العيان ده يحاول يعمل ميكتوريشن هيحصل ايه؟ اكسترا فازيشن اوف يورين. في مين؟ في الديب برينيال باوتش. طب اما اليورين يزيد هيطلع على فين؟ على السكروتم. اما يزيد اليورين هيطلع فين؟ في البينس. واما يزيد اليورين يطلع على فين؟ على الانتيرو ابدومينال وول بتوين السكاربس فاشيا اند ذا ماسلز اوف ذا انتيرو ابدومينال وول. فدي الحادثه الشهيره والمهمه جدا، اوعى تنساها. كلينيكال امبورتانت بوينت. دي على فكره بيتقال عليها حاجه اسمها اكسترا بيلفيك رابشر اوف ذا اوريسرا. احنا بره البلفز خلاص. ما انت بنام خرجت بره البرينيال ممبرين، انت بقيت بره البلفز. فده رابشر بلبر يوريسرا اللي هو اكسترا بيلفيك رابشر اوف ذا اوريسرا. اول كلمه دايما بنقولها للعيان في الاستقبال، اوعى تحاول تعمل ميكتوريشن. لان كل ما يحاول يعمل ميكتوريشن اليورين مش بيطلع على الطريق الطبيعي بتاعه، بيطلع على البرينيم يتجمع بعد كده في السكروتم، في البينس، في الانتيرو ابدومينال وول، وعشان افضيه بعد كده مشكله، وده فيه بكتيريا الفلورا وانفكشن في المنطقه الديسمينيتد دي، بتبقى كارثه فظيعه. بعد كده في اي انابيب ثانيه في الديب برينيال باوتش، طلع السوبرفيشال برينيال باوتش وخرم البرينيال ممبرين، اكيد في الستات، في الستات في الانبوب بقى اللي ورا هنا هو اللي هتبقى الفاجاين. فاهم على فكره تو ستراكشر في الديب برينيال باوتش وخارمين البرينيال ممبرين وبعدين على السوبرفيشال برينيال باوتش، ده بقى منظر الحاجات اللي معديه في البرينيال ممبرين من ديب لسوبرفيشال وخارم اهو البرينيال ممبرين. اهم ستراكشر في الرجاله اليوريثرا، ووراها في الستات هتبص لها هنا في الفاجاينا. ماشي. طيب في اي انابيب تانية ممكن تخرم البرينيال ممبرين؟ انبوبه في الرجاله، في الرجاله يا جماعه هنا في الديب برينيال باوتش في جلاندز اسمها بالبو يوريثرال جلاند، الجلاند هنا، بس الضغط بتاعها بقى اللي طالع هيخرم البرينيال ممبرين عشان يفتح تحت فين؟ في البلبر يوريثرا. البلبر يوريثرا جلاند طبعا في الرجاله دي المسؤوله عن الميوكس سكريشن اللي بينزل اثناء السكشوال اكزايتيشن تو لوبريكيت عمليه السكشوال انتركورس. فالبلبر يوريثرا جلاند دي في الديب برينيال باوتش، لكن الضغط بتاعها خارم البرينيال ممبرين عشان يفتح في البلب اوف بينس وفي البلبر يوريثرا. ماشي. دي انابيب، فخد بالك انت هتفكر ازاي، ايه الانابيب في الاول اللي معديه من الديب للسوبرفيشال برينيال باوتش وخارمه في النص البرينيال ممبرين يوريثرا، رجاله وستات، بس في الرجاله بالذات الممبرينس. بعد كده هون فاجينا في الستات بس، وفي الرجاله الدكت اوف ذا بالبو يوريثرا جلاند، دي الانابيب. وبعدين في اي ماسلز؟ طبعا في ماسلز في الديب برينيال باوتش، في اهم ماسل من اهم الماسلز اللي في الدنيا فانكشن. مش احنا قلنا هنا في يوريثرا وحوالين اليوريثرا بقى في ايه في الديب برينيال باوتش؟ الاكسترنال يوريثرال سفنكتر، او التي يطلق عليها سفنكتر يوريثري. والسفنكتر يوريثري دي على فكره هي المسؤوله طبعا عن الكونتيننس. ده على فكره الديب برينيال باوتش، وفي المصل المهمه دي اول اسمها سفنكتر يوريثري اللي هي جزئين، جزء انر عباره عن سيركولار ماسل فايبرز حوالين اليوريثرا،
وجزء اوتر عباره عن ترانزفيرس ماسل فايبرز معديه بالعرض، ودي المسؤوله عنها تقفل الريس او تفتحها اثناء الكنترول بتاعك او الميكتوريشن. وبين لك هنا برضو كمان في الديب رينال باوتش جلاند اللي انا لسه كنت بقول لك عليها من شويه اللي هي الكوبرز جلاندز او البالبيوريسال جلاند. وبين لك هنا بقى المصل اللي بالعرض